معرض لنهار اليوم سنخصصه لما تداولته أشهر الصحف العالمية والعربية بعد التأهل التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري إلى الدور الثاني من المونديال. الصحافة الفرنسية أشادت كثيرا بأشبال المدرب حليل أوزيتش وعنونت صحيفة ليكيب: الأفيناك يدخلون التاريخ. أما صحيفة لوباريزيان فعنونت: الجزائر تحقق حلمها. صحيفة لوموند بدورها هللت لتأهل الخضر التاريخي وعنونت: الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي تاريخي. أما صحيفة لوفيغارو فكتبت: تأهل تاريخي للجزائر في المونديال. صحيفة ماركا الإسبانية عبرت عن إعجابها بالروح القتالية للاعبي الخضر وعنونت: حول التأهل التاريخي، الجزائر كبيرة. أما غريمتها آس فعنونت: سليماني بطل الجزائر. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية تأسفت لإقصاء كابيلو، إلا أنها أكدت أن استحقاق الجزائر للتأهل وعنونت: العيد في الجزائر، روسيا تقصى وكابيلو يعود إلى منزله. في حين عنونت مواطنتها توتو سبورت: الجزائر تحقق حلمها وروسيا خارج المونديال. صحيفة أبولا أشادت كثيرا بسليماني وأكدت أنه شرف الكرة البرتغالية أكثر من لاعبي المنتخب البرتغالي وعنونت: سليماني، حليش وغيلاس يرفضون مغادرة المونديال، في إشارة إلى الثلاثي الجزائري المحتلف في السوبر ليغا. غريمتها ريكورد البرتغالية أيضا أشادت بمهاجم سبورتينغ لشبونة إسلام سليماني وكتبت بالبوند العريض: الثعالب تحتفل وسليماني بوتيرة غير مسبوقة. صحيفة بيلد الألمانية تحدث عن تكرر التاريخ ومواجهة جديدة بين الجزائر وألمانيا بعد فضيحة 82 وعنونت: الاتحاد الألماني مرعوب لأننا سنواجه الجزائر. وأشارت الصحيفة إلى أن روح الانتقام قد تغذي مشاعر الجزائريين القادرين على منافسة زملاء مولر. أما صحيفة كيكر الواسعة الانتشار في ألمانيا فعنونت بالمصطلحات نفسها في إشارات واضحة لتخوف الألمان من رد فعل الجزائريين وعنونت: الجزائر تتأهل وتلاقي ألمانيا في مواجهة أراد الاتحاد تجنبها. صحيفة ديلي ميل الإنجليزية حيت أشبال حليل أوزيتش ووصفتهم بالأبطال وعنونت: كابيلو ب 6.6 مليون يورو سنويا يفشل في تخطي عقبة المحاربين، الجزائر تستحق دخول التاريخ. صحيفة أولي الأرجنتينية أيضا تحدثت عن تأهل الخضر التاريخي وكتبت في عنوان مقالها: لحظة تاريخية. وأثنت الصحيفة كثيرا على المهاجم سليماني الذي كان له الفضل حسبها في التأهل.